أبناءنا طلاب الثالث الثانوي الأدبي، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الندوة التي تتمحور حول وحدات المناخ. قبل أن نبدأ نرحب بالأساتذة الضيوف، الأستاذ أكرم خراطة مدرس في ثانويات ريف دمشق، والأستاذة صفاء دواجي مدرسة في ثانويات دمشق. سنتناول الحديث عن العناوين العريضة في هذه الوحدة، لأن الوحدة طويلة جدا. آلية حدوث الرياح، كيف تتحرك الرياح، ما هي الجهة، كيف نسمي الجهة التي تأتي منها هذه الرياح أو التي تهب عليها، وكذلك سنتكلم عن ظاهرة الهوريكان، وأيضا عن الشذوذات الحرارية والتغيرات المناخية التي تحدث على كوكب الأرض، بالإضافة إلى موضوع الجزر الحرارية. بداية نبدأ مع الأستاذة صفاء بتوضيح معايير أو معيار ومؤشرات هذه الوحدة. معيار الوحدة هو توظيف المعارف والأدوات الجغرافية في دراسة تأثير الضغوط الجوية والرياح في الإنسان والبيئة. مؤشرات الأداء هي 4 مؤشرات حنشوفهم: استخدام العلاقة بين الضغط الجوي والرياح وباقي عناصر المناخ وأثرها بالإنسان والبيئة. المثال عليها اللي حناخده الرياح السيبيرية والرياح التجارية وشو تأثيرها على الاقتصاد أو على الإنسان ونشاطه الاقتصادي. ثاني مؤشر هو توضيح أثر التغير المناخي في البيئة. حناخد نموذجين، هو تأثيره على الجليديات في القطبين وأيضا الشذوذ، والمقصود بالشذوذ الحراري مصطلح جديد ماذا نقصد به. ثالث مؤشر هو تفسير ظاهرة مناخية، منها حناخد الأعصار. وأخيرا هي استخدام طريقة لحل المشكلات في دراسة مشكلة مناخية ماذا نقصد بالجزر الحرارية. نعم، نبدأ أستاذ بأكرم بداية عن جهة الرياح التي تثير التباس أحيانا عند الطالب وأيضا عند بعض المدرسين. كيف نحدد جهة الرياح قبل أن نتكلم عن حدوث آلية حدوث الرياح وكيف تتحرك؟ كيف نسمي جهة الرياح؟ تماما، بداية يجب على الطالب أن يعرف الرياح أو الهواء بالعامية. دائما الرياح تهب من الضغط المرتفع نحو الضغط المنخفض، قاعدة ضغط مرتفع ضغط منخفض. الرياح يجب أن نعرف الجهة التي تأتي منها. لدينا على الشاشة الجهات الأساسية الأصلية والفرعية، يعني إذا أردنا أن نوضح على الشكل. تماما، الرياح كما هو موجود على الصورة، عندنا جهات أصلية وجهات فرعية. الجهات الأصلية عندنا الشمال، الشرق، الجنوب، الغرب، وفرعية جنوب شرق، شمال شرق، جنوب غرب، شمال غرب. دائما يجب أن يعرف الطالب أن الرياح المصدر التي تأتي منها تسمى هبوب، المنطقة التي تأتي منها هي مصدر الرياح. أما الرياح تتجه إلى المنطقة أخرى، فهنا يجب أن يعرف الطالب يحدد الجهة التي تتجه إليها. فيوجد في مثال في بداية حمص، يوجد في عنا أشجار تميل، فاتجاه الميل يحدد أن الرياح تأتي من جهة الغرب، فتحة حمص طرابلس، وتتجه نحو الشرق. فميلان الشجر هو يدل على الجهة، يعني عمليا نعم عمليا أنا أحدد جهة الرياح من الجهة التي تهب منها. منها تماما، منها هي خطين حمر تحت كلمة تحت. منها إلى الجهة، إلى أي جهة، أي جهة نعم. تتجه نحوها. نعم، هذا مبدئيا. طيب كيف نسميها الآن؟ يعني أنا مثلا رياح قادمة من الشمال، ما التسمية؟ رياح من الشمال، المصدر تبعها رياح شمالية، إذا اسمها رياح شمالية. شمالية. نعم. إذا من الجنوب، من الجنوب. إذا لم تكن جهة أصلية، كانت مثلا جهة فرعية كما هو موضح بالشكل، يعني إذا قادمة مثلا من الشمال الشرقي نسميها رياح شمالية. شمالية. نعم. وإذا من الجنوب الغربي كذلك جنوب غربي. نعم. إذا باختصار يعني هاي القاعدة عمليا الذهبية بهالوحدة، أنه نسمي الرياح من الجهة، من الجهة التي أتت منها أو التي تهب منها أو المصدر الذي أتت منه. تماما. نعم. طيب قبل أن نبدأ أيضا نتكلم عن كوريولوس أو قوة كوريولوس أو انحراف الأجسام.
كيف تنحرف الأجسام أستاذة صفاء؟ طبعا أخذناها بالإعدادي وأكدنا عليها بالثانوي. قوة كوريوس هي من نتائج دوران الأرض حول نفسها، تحرف الأجسام المتحركة مثل الرياح. نحن نموذجنا الرياح نحو اليمين، نحو اتجاهها الأصلي نحو اليمين في نصف الكرة الشمالي، وإلى اتجاهها نحو اليسار في نصف الكرة الجنوبي. نعم، بالنسبة لقوة يعني كوريوس على الشكل عمليا الرياح التي في نصف الكرة الشمالي، السهم الأحمر، السهم الأحمر انحرف إلى اليمين، السبب؟ السبب بسبب قوة كوريوس، وفي نصف الكرة الشمالي. نعم، يعني هو عمليا كان يجب أن تتحرك الرياح بخط مستقيم، مستقيم، ولكن نتيجة دوران الأرض حول نعم. نفسها انحرفت نحو اليمين شمالا. نعم، طب الأخضر انحرف على اليسار، ما هي؟ طبعا لأنه هي اتجاهها من الشمال، اتجاهها من الشمال في نصف الكرة الشمالي. هي أعطيتنا رياح شمالية، فأخذت الرياح نحو اليمين، على اليمين، على اليمين. نعم. إذن يعني ما أردنا قوله، أنا بوضح للطالب أنه أنا مصدر الرياح، لأفرض أنا جسمي الرياح، وقفت اتجاهي شرقي بأخذ نحو اليمين مهما كانت، إن كانت شمالية أو شرقية أو جنوبية أو شمالية، حدد جسمي نحو اليمين في نصف الكرة الشمالي مهما كان اتجاهها. يعني أنا يجب أن أقف وجهي مع جهة الرياح، مع اتجاه السهم. تمام، بعد ذلك أقول انحرفت إلى اليمين في نصف الكرة الشمالي أو إلى اليسار في نصف الكرة الجنوبي. هذه مهمة جدا. يظن البعض أن إذا أتت الرياح في النصف الشمالي من الشمال إلى الجنوب تنحرف إلى اليسار. لا لا، وهذا طبعا أنا نوضح للطالب. نعم، في النصف الجنوبي الانحراف يكون نحو اليسار أو جهة اليسار. نعم، سواء كانت قادمة من الجنوب أو قادمة من شمال النصف الجنوبي أو من نعم. الشرق أو الغرب. يا هنا المشكلة. لذلك إذن هنا علينا أن نوضح أمرين. الرياح تسمى من جهة بجهة المنطقة التي تهب منها، وتنحرف إلى يمين جهتها في نصف الكرة الشمالي، وإلى يسار جهتها في نصف الجنوبي. الكرة الجنوبي. طيب أستاذ أكرم، لدينا مثال في الكتاب عن الرياح الموسمية صيفا وشتاء. الرياح الموسمية هنا لماذا في النصف الشمالي، لماذا أخذت هذا الاتجاه، وما اسم الاتجاه؟ تماما، دائما يجب أن يعلم الطالب أن الرياح تهب من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض. هي قاعدة تتغير، هي بين الشمالي والجنوبي، لا شمالا ولا لا تتغير. دائما الرياح تهب من الضغط المرتفع إلى نحو الضغط المنخفض. تمام. ففي فصل الصيف تهب الرياح كما في الصورة هنا، تهب الرياح من الضغط المرتفع عند مدار الجدي نحو الضغط المنخفض الموسمي، وكونها تمر هذه الرياح فوق البحار أو مسطح مائي فتشبع بالرطوبة. قبل الرطوبة أستاذ، يعني هلأ هي الجهة عمليا، يعني نحن إذا نظرنا إلى الصورة يجب أن تتحرك الرياح عمليا كونها تهب من الضغط المرتفع إلى المنخفض، يعني هي يجب أن تتحرك بخط مستقيم من الضغط المرتفع في الجنوب عند مدار الجدي إلى الضغط المنخفض شمال مدار السرطان. تمام، اللي يعطاها هي الحركة الملتوية هيك يسار ويمين. السبب هو عند اجتياسها خط الاستواء كما قالت الآنسة، قوة كوريوس هي التي تحرف الأجسام. نعم، يعني هنا أنا أريد أن أفهم الطالب أن الرياح كانت عمليا اتجاه مستقيم، يعني انحرفت، هي يجب أن تتحرك بخط مستقيم. تماما، في النصف الجنوبي انحرفت باتجاه اليسار، عندما اجتازت خط الاستواء عادت وانحرفت نحو باتجاه اليمين بسبب في النصف الشمالي، لذلك اخذت هذا الانحناء. نعم، وكونها تحبر او تسير تمشي فوق مسطحات مائيه، ويجب دائما المدرس يفهم الطلاب انه كون الرياح تسير او تمر فوق مسطحات مائيه فهي تشبع بالرطوبه فتسبب هطول امطار غزيره، فعند انحرافها نحو اليمين أو اجتيازها خط الاستواء انحرفت بسبب قوة كوريوس، فدفعت الأمطار بمياه بحر العرب إلى منطقة المنخفض وامتلأت بمياه البحر المالحة. نعم، فتشكلت هنا كما صبخات كوتش، صبخات ملحية. نعم، هذا في فصل الصيف أو الموسميات الصيفية. نعم، طيب أستاذة صفاء، شتاء كيف يصبح الوضع؟
كما هو موضح في شتاء نصبح الوضع بالعكس، أيضا تنطلق الرياح من مناطق الضغط المرتفع هي الموجودة، النطاق الجوي المرتفع السيبيري بنصف الكرة الشمالي نعم شمالا إلى منطقة الضغط المنخفض في نصف الكرة الجنوبي. طبعا حنشوف أنه نحن الرياح بالمرتفع السيبيري هي رياح جافة باردة جافة، حتكتسب الخصائص من المكان اللي هي موجودة فيه وتنقلها إلى المكان اللي رايحة عليه، فحتسبب جفاف السبخات شتاء. عند اجتيازها خط الاستواء كمان تنحرف نحو يسارها بسبب خضوعها على قوة كورليوس كوريوس. إلى مناطق نعم. الضغط المنخفضة. طيب عند اجتياز هذه الرياح شتاء للمحيط، شو الخصائص؟ شو بتصير صفاتها؟ حتتحول من رياح جافة إلى رياح رطبة، حتاخذ خصائص المكان نعم. وتنقلها نعم. لمناطق الضغط طيب المنخفضة. إذا سئلنا على الشكل إنه الرياح المنطلقة من نطاق الضغط المرتفع السيبيري فقط إلى منطقة هيمالايا، ما صفات هذه الرياح؟ هذه الرياح جافة لأنه هابة من يابسة، نعم من يابسة، لا نعم يوجد أي محيط أو أذرع مائية نعم تخترق هذه القارة فأدى إلى جفافة. تمام. لذلك يعني هنا يعني دائما نؤكد أن علينا أن نقرأ، نحلل النص والخريطة بشكل جيد ثم نبدأ هي مهام بالإجابة. الرياح موجودة عندي نعم بالكتاب، من مهام الرياح هي نقل الطاقة سواء إن كانت حارة أو باردة، حسب ونقل المنطقة، بخار حسب الماء إن المنطقة. كانت حاملته كمان تحمله من مكان إلى آخر. تمام. طيب أستاذ أكرم، كيف تتشكل الضغوط المنخفضة؟ آلية تشكل الضغط المنخفض بشكل عام يعني تماما. كقواعد عامة. نحن في عندنا في رسمة أو الكرة الأرضية مرسومة في طبعا قبل أن الكتاب. ننتقل إلى يعني سنعود إلى السيبيري، ولكن مبدئيا كما هو واضح في الشكل. نحن في عندنا شكل موجود بالكتاب، صورة عن الكرة الأرضية، خط الاستواء الذي ينصف الكرة الأرضية إلى نصف شمالي ونصف جنوبي، وعندنا مدار السرطان في النصف الشمالي والمدار الجدي في النصف الجنوبي. فدائما وأبدا الضغط المنخفض، الضغط المنخفض، السطح يكون درجة حرارة مرتفعة تؤدي إلى تسخن الهواء. عندما يتسخن الهواء يتمدد، فهذا يؤدي إلى خف وزنه وتخف الكثافة ويرتفع نحو الأعلى. وفي الأعلى هنا الضغط يتشكل أو يكون ضغط منخفض، فمن هنا نعلم أن الضغط أو تشكل الضغط المنخفض أي ضغط منخفض عندما تكون نعم الحرارة مرتفعة. يعني منطقة تتعرض إلى تسخين كبير، سيتمدد الهواء تماما، يخف يخف وزنه وزنه، بخف الكثافة، ويرتفع إلى يرتفع الأعلى. نحو الأعلى نعم، ثم يتحرك إلى مناطق إلى ضغط مناطق أخرى، ضغط أخرى موضوع تماما آخر. هذا بالنسبة للضغط المنخفض. المنخفض. أستاذة صفاء، الضغط المرتفع آلية الضغط حدوثه المرتفع بشكل عام؟ نوضح قاعدة للطالب إنه قيمة الضغط عكس درجة الحرارة، بس لا يحفظ القاعدة حتسهل الأمور كتير نعم عليه. قيمة الضغط عكس درجة الحرارة. حنبلش بالرياح السيبيرية. الرياح السيبيرية طبعا هي سيبيريا منطقة نعم نعود باردة. إلى الشكل. حطيلي عندي خريطة رقم 1، هاي الخريطة على الطالب إنه يقرأها. تمام، عليها مقياس لوني، هذا المقياس اللوني هي موجود درجات الحرارة بالمنطقة الموجودة بآسيا أو أواسط آسيا. حنشوف اللون الأزرق هو ناقص صفر ناقص 40، وأيضا اللون الأحمر هو الصفر، فإذا الحرارة عم بتتاخد عندي من الصفر إلى الناقص 40. طبعا قالوا لي إنه هي استمرت أكثر من شهر هي درجات الحرارة. معلومة تانية أن الهواء طبعا يكتسب، قالوا في الكتاب ولكن يمكن أن تتغير، طبعا أنا احنا عم نحكي بالكتاب. يعني لا يشترط أن تدوم شهر يعني حتى لا يحفظها طبعا الطالب. الهواء دائما الهواء يكتسب خصائصه من سطح الأرض اللي لامسه، فإذا نحن عندي الأرض تبرد شديد لمدة شهر مثل ما ورد بالكتاب فأدى إلى تبرد الهواء. لما تبرد الهواء حتتغير صفاته، هالصفات شو حيصير؟ حينضغط على نفسه، حتزداد كثافته، حيتقل وزنه، حركة الهواء حتصير من الأعلى إلى الأسفل، يعني حركته هبوط، حيهبط تمام من الأعلى باتجاه الأسفل.
بتشكل بتشكل ضغط ضغط مرتفع هي تمام. وزن الهواء بيكون ثقيل على سطح الأرض. تمام. طيب إذا تابعنا في الضغط المرتفع على الشكل، لماذا تتحرك الرياح بهذه الاتجاهات؟ تتجه مع عقارب الساعة، نحن حناخدها نعم. كمان مثل ما قلنا تخضع لقوة كوريوس نعم. تنحرف نحو اليمين، بس نحن حناخد انه هي اوسط سيبيريا، هي منطقة مرتفعة جبلية تمام، مشان هيك هي اخذت عقارب الساعة نعم. نحو مناطق الضغط المنخفضة. حنشوف بالمركز يعني اللون الأزرق تمام. قيمة الضغط هي 1035 ميلي بار تمام. حنشوف بخطوط التسوية أو المنحنيات كيف عم ينزل عندي أنا قيمة الضغط الجوي 1015 عمليا، بس لو صارت عندي 1015 فهي قيمة الضغط من 35 إلى 15 تعد انطلاق الرياح من مناطق الضغط المرتفعة إلى مناطق نعم. الضغط المنخفضة. ليش أخذت اتجاه عقارب الساعة؟ بسبب قوة كوريوس التي نعم. تحرفها يمين اتجاهها يعني في نصف الكرة الشمالي. عمليا الرياح يجب أن تنتقل من مركز ضغط المرتفع باتجاه بحر العرب بخط مستقيم، لأنه الرياح تنتقل من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض الذي حرفها باتجاه اليمين هو قوة كوريوس، قوة كوريوس، ولأن المنطقة في نصف الكرة الشمالي انحرفت على يمين جهة حركتها نعم. طيب هل نستطيع أن نربط بين حدوث الضغط المرتفع والمنخفض والدورة الحرارية الملحية؟ تماما. يعني ما يؤثر على الرياح هل يؤثر على المياه؟ يشابه ما يؤثر على المياه؟ في بداية الكتاب أو أول الكتاب لطلة في عنا الدورة الحرارية الملحية، وفي عنا منطقة استوائية ومنطقة مرتفعة للضغط المنخفض. دائما نحن عندنا المنطقة الاستوائية درجة الحرارة أو أشعة الشمس تسخن المياه، لما يسخن المياه بيتمدد بخف وزنه وبتخف الكثافة ويرتفع نحو الأعلى ويشكل تيارات حارة سطحية، تيارات سطحية حارة ويتجه نحو المناطق الباردة. المنطقة الباردة درجة الحرارة هناك تنخفض، عندما تنخفض تؤدي إلى تبرد سطح المياه، تنخفض درجة الحرارة بيتقلص بيزيد وزنه بيزيد الكثافة فيهبط نحو الأسفل بشكل تيارات مائية باردة، وثم تتجه إلى المنطقة الحارة يعني عمليا وكذلك هناك تشابه بين الضغوط يعني والدورة الحرارية الملحية. يعني انخفاض الحرارة دائما أو غالبا سيشكل ضغط مرتفع. التسخين لأي منطقة نتيجة الحرارة سيؤدي إلى تشكل ضغط منخفض. في الحالة الأولى ذكرنا مرتفع. نعم، نذهب إلى مجسم الكرة الأرضية. هناك عندنا عدة أنواع من الرياح. باختصار أستاذ، لو آلية التشكل وسبب الانحراف. تماما. نحن لا يهمنا أنواع الرياح سواء كانت تجارية ولا عكسية، يعني اسم الرياح اسم رياح نعم. هي رياح، ومن اسماء أو المنطقة التي تهب منها، ممكن إذا كانت منطقة مسطحات مائية سوف تشبع بالرطوبة وبالأمطار، إذا كانت منطقة صحراوية بدها تكون حارة جافة، صحراء باردة أو صحراء جافة. فدائما نحن عندنا ضغط مرتفع ضغط منخفض. الضغط المنخفض هنا درجة الحرارة درجة حرارة السطح عم ترتفع، الهواء بيرتفع حرارته بتسخن بخف وزنه بخف كثافته فيرتفع نحو الأعلى وتسمى بالتيارات الهوائية الصاعدة. قيمة الضغط هنا منخفضة فتؤدي إلى تشكل الضغط المنخفض. طبعا كما تنحرف في النصف الشمالي دائما الرياح تنحرف نحو اليمين بسبب قوة كوريوس. أما الضغط المرتفع الهواء في الطبقات العليا سوف معروف بده يتبرد، لما يتبرد يتقلص بيزيد وزنه بيزيد الكثافة ويهبط نحو الأسفل على شكل تيارات هابطة. هنا تكون قيمة الضغط مرتفعة فيؤدي إلى تشكل ضغط مرتفع. دائما في النصف الجنوبي تنحرف، طبعا السبب هو قوة كوريوس التي تحرف الأجسام،
تحرفها نحو اليسار، في النصف الشمالي تحرفها نحو اليمين. فالمدرس يجب أن يفهم الطلاب أنه عندنا ما هو سبب انحراف الرياح. نعم، دائما تنحرف بسبب قوة كوريليوس في النصف الشمالي أي جهة نحو اليمين، في النصف الجنوبي نحو اليسار، دائما وأبدا. يعني عمليا نحن إلى الآن ندور في ضمن جملتين أساسيتين، الرياح تنتقل من الضغط المرتفع إلى المنخفض، المنخفض وقوة تحرف الرياح هي قوة كوريليوس الناتجة عن دوران الأرض. نعم. طب بالنسبة نعود إلى الضغط المرتفع السيبيري، هل من الممكن أن يكون أن تكون الهواء باردة وجافة؟ حسب كونه يسير فوق منطقة باردة أو يابسة. يعني لماذا الرياح التي تهب من الضغط المرتفع السيبيري جافة؟ لأنه المنطقة هي يابسة فجافة، ما في مسطحات مائية. نعم. فكونه يابسة فبدأ يكتسب الرياح أو الهواء يكتسب صفات السطح الذي يمر به. نعم. إذا كانت مياه مسطحات مائية بده يتشبع بالرطوبة. نعم. إذا كانت يابسة صحراء ممكن. نعم. جافة، صحراء باردة مثل سيبيريا صحراء باردة فتشبع بالبرودة والجفاف. نعم. يعني عمليا الرياح الهابة من مركز ضغط المرتفع السيبيري لنفرض باتجاه سوريا أو الجزيرة العربية أو أي بلد ستكون باردة وجافة. يعني فقط ما فيها مطر، ناشفة تسبب لا تسبب سقوط أمطار. نعم. سقيعة لا تسبب سقوط كما يحدث أمطار. في هذه الفترة عمليا في منطقة شرق المتوسط والجزيرة العربية إلى طبعا آخر. حتأثر على نشاط الإنسان. نعم. الاقتصادي الموجات السقيعة ممكن تأثر على الزرع على تربية الحيوان، أيضا حتسبب وسائل نقل، حتصير عندي صعوبة بالنقل. نعم. بالطرقات ممكن تؤدي إلى غلاء الأسعار. تمام. تعطل حركة المواصلات، تصير صقيع جليد على الطرقات فتعطل حركة النقل والمواصلات، بزيد الضغط على الطاقة، استهلاك طاقة أكثر وما شابه ذلك. نعم. نذهب إلى شكل آخر، لدينا توضع الضغوط صيفا وشتاء فوق أفريقيا. أستاذ صفاء، يعني في فصل الصيف. نعم، بفصل الصيف نوضح أول بالصيف وبعدين شتاء. في عندي الرياح التجارية. الرياح التجارية طبعا بغض النظر عن اسم الرياح. نعم. طبعا هي الرياح كما أنه تنطلق مناطق ضغط مرتفع إلى مناطق ضغط منخفضة. حنشوف بالشكل الوارد عندي بفصل الصيف الضغط المرتفع الآزوري هو موجود بشمال غرب تقريبا أفريقيا، قارة أفريقيا. تمام. تنطلق منه رياح، هذه الرياح عم نشوف أنه أنا يوجد عندي صحراء كبرى. نعم. لما تجتاز خط الاستواء حنشوفها تنطلق نحو الضغط المرتفع شبه المداري، حتصير رياح ذات رطوبة عالية. طيب لما هبت من مناطق الضغط المرتفع الأوزوري، طبعا عم نشوف انه هاي الرياح موجودة فوق يابسة. نعم. الضغط منطقة الضغط هي موجود فوق يابسة، عم يتوضع فوق يابسة، فالرياح الذي ستهب منه هي رياح جافة. تمام. مما يؤدي إلى جفاف المنطقة أكثر وعدم سقوط رياح وسطول أمطار أو رطوبة جوية موجودة عندي بهديك المنطقة. بالنسبة لهي بفصل الصيف كاتبين هنا معلومة تتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان فتتزحزح النطاقات الجوية نحو الشمال دائما. تمام. جينا في فصل الشتاء تتزحزح، بس حتى يفهم الطالب شو المقصود ب يعني مثل أنا أخذت شوي على اليمين أنا عم بلحق. تمام. الشمس. تمام. أنا عم بلحق الشمس، حركة يعني الشمس يعني أنه معناتها الضغوط سواء كانت مرتفعة أو منخفضة هي يعني ليست ثابتة. تماما أنه فقط بتأثر على شمال أقصى مثل الآزوري أقصى شمال غرب أفريقيا. يعني يمكن أن يتحرك باتجاه الجنوب قليلا باتجاه الشمال قليلا بحسب الفصول، حسب حركة الفصول الشمس الظاهرية. الشمس. نعم. متابعة. في فصل الشتاء حنشوف الشكل الوارد قدامي،
تتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي. هلا أشعة الشمس عمودية في نصف الكرة الجنوبي على مدار الجدي، فتتزحزح تلحق الضغوط الجوية تتحرك نحو الجنوب. الجنوب. فحنشوف الضغط المرتفع شبه المداري كيف اتزحزح من الشمال إلى فوق، صار فوق الصحراء العربية تماما. كمان أيضا لا يوجد مسطحات مائية، لا يوجد رطوبة، فأيضا هون الرياح رح تكون جافة ورياح تجارية جافة، هي خصائصها الموجودة عندي. المنخفض الاستوائي الموجود عند خط الاستواء، إذا بنقارن بين الخريطتين، كان بالخريطة الأولى بالصيف عم بيلامس شمال خط الاستواء تماما، أما بفصل الشتاء صار عم بيلامس جنوب خط الاستواء تماما، تزحزح حسب حركة الشمس الظاهرية. الضغط المرتفع شبه المداري حنشوف صار عندي جنوب مدار الجدي تبع أيضا حركة الشمس الظاهرية. فنحن بدنا نفسر ما سبب تشكل الصحراء العربية الكبرى وامتدادها بين درجتي عرض بين ال 18 و 30، هي خضوع هي المنطقة لضغط مرتفع مداري جاف سواء بالشتاء سواء بالصيف، الرياح جافة فأدى إلى تشكل الصحارى عبر الزمن. نعم، طيب سؤال، بالسودان كما نرى في الخريطة نرى صيف السودان ماطر، شتاء السودان جاف، ما السبب؟ معلش عفوا، صيف السودان ماطر ماطر وشتاء السودان جاف، لأنه المنخفض بعيد عن، بعيد عن نعم، فيؤدي إلى إذن السبب جفاف. الأساسي هو يعني حركة الرياح الجو ستستمر في التحرك من الضغط المرتفع إلى شبه المداري باتجاه الضغط المنخفض الاستوائي، ولكن سيكون قد ابتعد عن السودان، تحرك مظبوط باتجاه جنوب جنوب السودان، السودان. لذلك لن تصل الرياح الرطبة إلى السودان، وبالتالي لن تتسبب في سقوط أي أمطار، وسيكون فصل الشتاء جاف في جاف السودان. طيب أستاذ أكرم، كيف تؤثر الهطولات في أي بلد، سواء في السودان كما هو في المثال أو حتى في سوريا؟ يعني سوريا من الغرب إلى الشرق عمليا الأمطار تقل باتجاه الشرق، وبالتالي سيتغير الغطاء النباتي الغطاء النباتي وستتغير والثروة الحيوانية أنماط والزراعة. المعيشة إلى آخره. نعم، في السودان، في السودان طبعا من الشمال إلى الجنوب أو من الجنوب إلى الشمال، كما ذكرت الآنسة، في عندنا هون رياح ما لها نسميها رياح تجارية، أي نوع من الرياح. طبعا بفصل الصيف الرياح هنا محملة بالأمطار، تسبب هطول أمطار. طبعا هذه الأمطار تؤدي إلى تنوع بالثروة الحيوانية، طبعا بالأقاليم النباتية، أعشاب سافانا، غابات. أيضا الهطولات المطرية تؤدي إلى زيادة إنتاج زراعي. أيضا طبعا في إيجابيات، إذا نذكر إلى إيجابيات هذه الرياح نعم، وإلى سلبيات. ولكن يعني عمليا في أي بلد في العالم سيتغير نبات هذا البلد حسب بحسب الأمطار، تغير الأمطار، حسب كمية الأمطار. الأمطار كلما كانت الأمطار غزيرة. نعم، حتزداد كثافة الغطاء النباتي ويزداد نعم طول الأشجار، حيصير في عندي نعم غابات أكثر. غابة، تمام، نعم اعتدلت الأمطار حيتوسط الغطاء النباتي، تقل كثافته وسطيا تدرجا للصحراء، بتقل نعم كمية الأمطار وبتندر معه أيضا أعشاب. الأعشاب والنباتات. هذا التغير سينعكس بطبيعته على على الإنسان الاقتصاد، والحياة الاقتصادية تربية الحيوان للناس مثلا. في هذا البلد. طيب، لدينا آثار للرياح للرياح يمكن أن تؤدي إلى طمر قرى هجرة أسرة بأكملها. رمية. نعم، هلا هون في حسب السؤال الوارد طبعا الطالب، نحن مثالنا هي الرياح التجارية بالسودان، نعم شو هي الآثار السلبية؟ طبعا هون الطالب حيكون في عنده وارد نص أو شكل أو أي معلومة، تمام، تمام، الصورة بده يستعين فيها بالامتحان. طبعا هون الوارد عندي إنه هو نظام السودان تعتمد اعتماد كامل على الرياح التجارية في الزراعة وتربية الحيوان وأنماط المعيشة. من الآثار أيضا هي أنه زحف الرمال على القرى الزراعية مما يؤدي إلى هجرة اليد العاملة الزراعية، فقرى كاملة عم تترك الإنسان عم يهاجر من قرى إلى قرى أخرى. أيضا رح نشوف أيضا هالأمطار لما عم تكون غزيرة زيادة
عم يؤدي إلى فيضانات، كمان نعم أيضا عم تخرج الأراضي الزراعية عن من دائرة الاستثمار، أو بالعكس عم يكون عندي أنا مواسم جفاف جفاف يؤدي إلى جفاف التربة، احتراق كامل للغطاء النباتي، فهذه فقر تعد من مجاعة. الآثار السلبية لهذه الرياح بهي المنطقة هاي اللي عم نعم ندرسها. طبعا، ومهمة الطالب أن يضع حلا لكل حلول مشكلة. يعني طبعا ممكن مصدات ريحية في حالة الانجراف الريحي، سدود إذا يمكن في السدود في حالة الفيضانات، يمكن استخدام المياه الجوفية في حالة الجفاف، ممكن أي يعني أي حل أو المياه التي منطقي تم مقبول. تخزينها أنه نعم، ممكن إعادة استخدامها في استخدامها في مواسم الجفاف. نعم. كيف سيؤثر التغير المناخي أو المناخي إيجابا وسلبا أستاذ أكرم؟ إيجابا، نبدأ بالإيجابيات بداية. لساتنا الرياح التجارية. لا، الذوبان الجليدي. تماما. نعم، كيف ممكن أن يؤثر؟ هلا في عنا بالنسبة لذوبان الجليد له آثار إيجابية وآثار سلبية. طبعا يجب الطالب أن يفهم إذا ذهب هذا الجليد في أي منطقة، هذه المنطقة ماذا يصبح فيها؟ ماذا سيحل بها؟ عمدوب الجليد ممكن يؤدي من الإيجابيات تبعها، ما هي النتائج التي ستنتج عن ذوبان عن الجليد؟ ذوبان نعم. الثلو الجليد. فطبعا هنا تتكشف أراضي زراعية ممكن تستثمر بالزراعة، ممكن تستثمر بالعمران، ممكن تستثمر في ثروات باطنية تستثمر، نعم. أيضا تستثمر، ينشط حركة الملاحة البحرية، تجارة، صيد. هي آثارها إيجابية. بينما الآثار السلبية لذوبان الجليد ممكن يتناقص عدد الحيوانات الموجودة من البطاريق والدببة، ممكن يؤدي إلى ذوبان الجليد إلى غرق السواحل والمدن الجزر، هذا يؤدي إلى تعطيل حركة الملاحة والصيد والتجارة، وهجرة سكان أيضا وطبعا وهجرة من المناطق السكان من التي المناطق غمرت. اللي أصبحت فيها نعم. فيضانات أو ما عاد في عندنا أرض للسكن، انتقلوا إلى منطقة أخرى. أيضا تناقص كمية الطحالب، تناقص هذا والعوالق الذي هو غذاء للأسماك، مما يؤدي إلى عم يتناقص عنا اللي بيتغذى عليهم وهو الدببة القطبية. تمام. طبعا نحن نسرع قليلا حتى لا يتداركنا الوقت وحتى نلم بمعظم مؤشرات الوحدة. أستاذة صفاء، الهوريكان باختصار شديد، ما هو الهوريكان وكيف يتشكل الهوريكان؟ هو الهوريكان هو أعاصير مدارية تتشكل بالمناطق المدارية، ولكن إمتى بيتشكل؟ هو بالقرب من المناطق الاستوائية وبينجرف نحو المناطق المدارية. مثال عنا إنه هو الهوريكان، طبعا هو وارد بأجزائه، أسباب تشكله، كيف ممكن الحد تخفيف من آثاره. طيب، الأعاصير حطي عندي الموجود عندي الخريطة رقم 1 عم تبين مسار الإعصار، إنه كيف هو متشكل عنده. منبلش من عند خط الاستواء، حنشوف شو السبب ليش بيتشكل عندي بخط أسباب الاستواء، تشكلها. حنشوف من الخريطة إنه أنا عندي مجموعة من البحار المتصلة مع بعضها البعض، يعني بيتشكل أيضا فوق مسطح مائي عملاق أو ضخم، نعم، تمام، فوق ليس فوق محيط يابسة، أطلسي. في له سبب، بعدين بيتجه باتجاه اليابسة، كمان حيروح باتجاه الشمال حسب قوة كوريوس حنشوفها، أو باتجاه الجنوب خط الاستواء. في عندي 5 درجات للأعاصير الموجودة عندي. في عندي الشكل رقم 1 آلية حدوث الإعصار، مياه محيطية ضخمة حاطين لي سبب، مياه محيط ضخمة عم يؤدي إلى يعني تبخر عفوا، شديد يعني في البحار الصغيرة المغلقة مثل مثل بحر المتوسط. قزوين لا، لا مثل يمكن أن نحن بناخذ يتشكل طبعا الهوريكان، يعني بغض النظر عن درجة العرض التي سيحدث بها. يعني خليج صغير لن يحدث، من المؤكد لن يحدث به يعني هوريكان. نحن طبعا نفهم الطلاب أنه لازم يكون عندنا مسطح محيط، مائي محيط أو واسع بحر كبير. مفتوح على محيط. تماما نعم. تماما. الصورة الثانية هي التبخر الشديد للمسطحات المائية، عم يشوف كيف عم نشوف عم يتشكل محل التبخر، قلنا لما بيتغير خصائص الهواء عم يتشكل عندي، عم بيخف وزنه، ترتفع درجة حرارته باتجاه الأعلى، عم يتشكل ضغط منخفض محل منطقة التبخر يؤدي إلى تكاثف قريب، ومن ثم جدار غيمي بيتصل من الأعلى باتجاه البحر. بعدين حنشوف كيف بناخذ
الدوران. طبعا هون في عندي معلومة انه قوة كوريوس تكون شديدة بين دائرتي عرض 25 درجة، يعني قريب من خط الاستواء التشكل. التشكل بياخد وجنوبه ما يولد قوة انحراف كافية للأعصار، فهو عم يعطي القوة الكافية. في عندي ما هي شروط تشكل حدوث الأعصار؟ واحد، مسطح مائي ضخم، حيكون في عندي تبخر شديد، تمام. العامل الثاني هو قوة انحراف كافية اللي هي موجودة عندي، قوة كوريوس الموجودة بين دائرتي عرض 25 تؤدي إلى انحرافه بشكل كبير. طبعا بدي أحكي كلما زاد بخار الماء زادت قوة الأعصار، مثل البنزين، البخار الماء للأعصار هو كلما زادت قيمته فهو زادت قوته، زادت قوته وصار عنيف أكثر. نعم. حرارة المياه السطحية للمحيط 26.5. طبعا حاطين لي مجموعة مراحل تشكل الأعصار، هي أول شيء المسطحات المائية الموجودة عندي، زاد الشر أكثر لما إجا تيار خليج دافئ. نعم. أدى إلى رفع درجة حرارة المنطقة الاستوائية أكثر، تمام، مما أدى إلى رفع درجة حرارة المياه. هذا سبب تسخن طبقة الهواء، يعني الهواء أخذ خصائصه من البحر الحار، ومن ثم خف وزنه، حتتغير صفاته، وتمدد، تشكل محله منطقة ضغط جذبت بخار الماء له، ومن ثم أدى ارتفاع نحو الأعلى إلى وجود جدار غيمي. نعم. داخل هالجدار الغيمي ممكن يكون في عندي أنا البرق والرعد وهطولات مطرية وأحيانا ثلجية. نذهب إلى أجزاء الإعصار أستاذ أكرم. طبعا أقسام أو أجزاء الإعصار عندنا المنطقة الهامشية، عين الإعصار، وجدار الإعصار. ومما يتكون كل قسم عندنا المنطقة الهامشية، وهي المنطقة المتمثلة بأطراف الإعصار، يعني كون اسمها منطقة هامشية على الطرف، على الهامش، على الهامش تماما. عندنا عين الإعصار وهي عندنا يسجل فيها دائما أخفض قيمة ضغط أولا، ثانيا عندنا فينا نقول المنطقة المركزية الدائرية من الإعصار وغيرها، وعندنا جدار عين الإعصار وهي تتميز بتيارات هوائية صاعدة، وعندنا أيضا جدار الغيمي المحيط فيها وتيارات هوائية صاعدة ومنطقة مضطربة. طيب أستاذة صفاء، هل يمكن أن تحصل الأمطار في منطقة عين الإعصار؟ لا، هي لماذا؟ منطقة صافية، منطقة ضغط هادئة، ما فيها شيء. نعم. خالية من الغيوم، خالية من الغيوم كمان، يعني يكون الجو صحو في عين الإعصار، صحو جدا، وطوفان في جدار عين الإعصار لأنها مضطربة. نعم. نذهب إلى الموضوع الأخير وهو الجزر الحرارية. أستاذ أكرم، المقصود بالجزيرة الحرارية؟ أولا يجب أن يعرف الطالب من زمان، من قول عنا الجزيرة، شو هي الجزيرة؟ الجزيرة هي منطقة أو مساحة من الأرض محاطة بالمياه، بينما هنا الجزر الحرارية فينا نقول لأي طالب وباختصار شديد المناطق أو المدن، سواء كانت مدن صناعية أو مدينة مزدحمة بالسكان وبالصناعة وغيرها، تكثر أو ترتفع فيها درجة الحرارة عما يجاورها من الأطراف. طبعا سوف نتعرف انه في عندنا ما اسباب أو قبل الاسباب، يعني هل اي مدينه في العالم يمكن ان يحدث فيها جزيره حراريه؟ لا، مو اي مدينه. طبعا المدينه بدها تكون فيها ازدحام سكاني كبير، كثافه سكانيه، معامل، منشآت صناعيه، دخان سيارات، لون الابنيه. يعني احنا عم نحكي عمليا على العواصم والمدن، العواصم والمدن الكبرى، الكبرى الضخمة. نعم. المكتظة بالسكان. نعم.
الأسباب أستاذة صفاء، أسباب تشكل أو تكون أسباب الجزر تشكل الحرارية؟ الجزر الحرارية موجودة عندي بالشكل الموجودة ب95، ممكن إنه نعم، نحن موجودة على نستنتجه الشاشة. تمام إنه هو انبعاثات غازات دفيئة هي من النشاط الصناعي للإنسان. نعم معناتها في عندي هون مدينة صناعية فيها منشآت صناعية كثيرة، أيضا عندي قلة الغطاء النباتي. إذا بنشوف بس شجرة واحدة حاطي لي بالشكل، إذا هو نعم انعدام الغطاء النباتي. الشوارع ضيقة، إذا بنشوف زيادة المواصلات، طرق الاحتراق الوقود الناتج عن دخان السيارات. السيارات، وأيضا لون الأبنية اللون الداكن الخشن الذي يؤدي إلى امتصاص الحرارة وعدم خسارتها أكثر. طبعا الغازات الدفيئة أخذناها أنه هي أيضا تكتسب الحرارة وبتحتفظ فيها وما بتخسرها، فأدى إلى تشكل الجزر الحرارية. طيب، ما الحل للجزر الحرارية؟ الحلول طبعا يجب على الطالب أن يعرف أولا المشكلة، ما هي الأسباب، ما هي النتائج. يعني دائما نقول حتى نضع الحل يجب أن نفهم السبب، سبب تماما المشكلة. نعم تماما، أنا بعرف، لما بعرف السبب، سبب المشكلة، من السبب والنتائج، من السبب أنا أستخرج الحلول. نعم فالحلول طبعا كانت عندنا صورة أو صورة في الكتاب واضحة جدا، شوارع ضيقة معناتها شو بده يكون عندي؟ شوارع واسعة، نعم الأبنية الداكنة عكسها الألوان الفاتحة، طلاء أبيض، غطاء نباتي قليل، غطاء نباتي قليل، زراعة تشجير، تشجير، حدائق معلقة، نعم تماما، إذا في عندنا مصانع موجودة داخل المدن نقلها إلى خارج المدن، استخدام الطاقة النظيفة، الطاقة المتجددة. نعم هاي بالنسبة للحلول، دائما السبب نستخرج منه الحل، أنا بس أعرف سبب المشكلة، من المشكلة بستخرج الحل حتى يكون ببساطة الحل للطالب. صحيح وقريب من الواقع. الواقع نعم والمنطقية. طيب أستاذة صفاء، كيف تتكون الجزر الحرارية كما هو مبين في الشكل هنا طبعا وتشكل نسيم الريف والمدينة؟ طبعا عندي الشكل واضح انه هو وسط المدينة، حكينا انه اللي بسبب ضيق الشوارع الأبنية داكنة ادى الى امتصاص الحرارة اكثر مما ادى الى ارتفاع الحرارة. الحرارة هون الهواء الموجود عندي تمدد خف وزنه فتشكل مكانه منطقة ضغط منخفض. حنشوف بالأرياف او الضواحي انه الحرارة حتكون اعلى، الهواء عفوا الحرارة حتكون اقل، تمام، ما يؤدي إلى تشكل ضغط مرتفع، مرتفع. فحيتشكل نسيم أو حركة هواء لطيفة. نحن النسيم يعني حركة هواء لطيفة، نعم مو هي رياح مريح قوية. بمعنى الرياح، هي عم تتشكل من مناطق الضغط المرتفعة إلى مناطق الضغط المنخفضة. وارد عندي مطلوب من الطالب إنه هو شو مفهوم نسيم نسيم الريف؟ الريف. هي رياح تهب من الريف، تمام، بسبب وجود الضغط المنخفض هناك إلى مناطق الضغط المرتفعة الموجودة بمركز المدينة. نعم، طيب دمشق هل تعاني من طبعا أكيد وجود جزيرة حرارية فوقها؟ طبعا نعم نحن فينا نستخدم للطلاب وخاصة في الأرياف، الأرياف الضغط مرتفع لأنه أبرد، نعم المدن درجة الحرارة فيها مرتفعة، طلاب دمشق كونهم أو أي مدينة، فممكن المدرسين المدن بيختاروا ريف ومدينة، المدينة كثافة سكانية، الأبنية الداكنة، معامل و فمعناتها الضغط هنا منخفض، أما في الأرياف غطاء نباتي كثيف خلينا نقول، والمؤثرات أخف فضغط مرتفع. تمام، لذلك هو الحل الأفضل دائما أن تكون هناك مساحات واسعة، تماما، الأبنية حدائق، متباعدة، نعم، شوارع الحدائق، عريضة إلى الشوارع آخره. عريضة، الألوان الفاتحة، يعني فينا نقول للطلاب نحن بالصيف نلبس ألوان غامقة، عفوا بالشتاء، ليش بنلبس اللون الغامق بالشتاء وبالصيف ألوان فاتحة؟ اللون الغامق يمتص الحرارة وبخزنها، أما الألوان الفاتحة تعكس تعكس كمية قسم من كبيرة من الحرارة. الحرارة. نعم طيب، أريد أن أسأل سؤال قبل أن نختم أستاذ أكرم. ذوبان الجليد الذي تكلمنا عنه نتيجة التغيرات المناخية التي تحدث على كوكب الأرض، كيف يؤثر على التيارات البحرية؟
تماما. كونها يعني طبعا هذا نموذج للربط، يعني حتى يفهم الطالب كيف يتم الربط بين المواضيع. تماما. هلا نحن عم نحكي انه الجليد هو بارد، فسوف يؤثر لما عم يدوب اي تيار بده يجي على المنطقه او يمر في هذه المنطقه بده يكتسب هذه الصفات، هذه الصفات اصبحت بارده، كونه صارت تيارات بارده سوف تنشر بروده بتحد من هطول الامطار وتعطل من حركه الصيد او الملاحه. يعني عمليا ذوبان الجليد سيؤثر حتى على دوره الهواء. تماما نتيجة تبرد التيارات البحريه مثل تيار الخليج الدافئ سيؤدي الى تبريد هذا التيار، وبالتالي سيؤثر على حركه الجو العامه، حركه الهواء العامه، وبالتالي في المستقبل سيؤثر على انشطه الانسان وتوزع البشر في هذه المناطق. البشر. نعم. طيب أستاذ صفاء، نلخص القواعد الأساسية للتعامل مع هذه الوحدة. القواعد الأساسية هي ما مفهوم تشكل الضغط، كيف بيتشكل الضغط مرتفع باختلاف تسمياته والضغط المنخفض. الضغط المنخفض قلنا قيمة الضغط عكس الحرارة، بالضغط المرتفع حتكون الحرارة منخفضة، مع توازن الهواء تقيل حيكون متراس أو منضغط على نفسه. بالعكس لما بيكون في عندي مناطق ضغط مرتفعة معناتها الحرارة منخفضة، الهواء في تخلخل، جزيئاته متخلخلة أو بعيدة عن بعضها، وزنه قليل، حركته صعود من الأسفل باتجاه الأعلى. المفهوم الثاني أنه دائما الرياح تنحرف نحو يمين الأصلي في نصف الكرة الشمالي ونحو نحو اليسار في نصف الكرة الجنوبي. الرياح ليش في سؤال على الهبوب الرياح من المنطقة كذا المنطقة كذا، معناتها عندي أنا ضغط مرتفع على الطالب تحديده، سواء بالرسم حسب السؤال الوارد مثل الامتحان السنة الماضية بيحدد وين منطقة الضغط المرتفع اللي بنقول عنه هاي أو مرتفع، أو بنحط إشارة زائد إلى مناطق الضغط المرتفعة اللي بنقشر بناقص أو حرف لو ال ال. في عندي كمان انه تنقل الرياح خصائص المكان، اول شيء بتكتسب صفات المكان اللي هي نشأت فيه وبتاخذ صفاته وتنقله الى مكان اخر. نعم. ختاما اعزائي الطلاب، نشكر ضيوفنا او ضيوفنا في الاستديو الاستاذ اكرم خراطه مدرس في ثانويات ريف دمشق، والاستاذه صفاء دواجي مدرسه في ثانويات دمشق. نشكر متابعتكم. شكرا لكم والى اللقاء. Thank you.